اليوم إن شاء الله على بركة الله 11 سمي كوم رومورك راح يتنقلوا إلى الولايتين محملين بكل ما تطلبه هفمت هذه النكبة من أفرشة من بطانيات من يعني طرود غذائية من مياه من دقيق وفرينة وكل المعدات لحمل الأتربة أو ناقلات الأتربة. وهنا أقف لأشكر كل ساكنة الولاية التي تضامنوا مع أهاليهم بولايتي النعامة وبشار وبمحض إرادتهم تطوعوا حسب قدراتهم.